الله تبارك وتعالى لما يضرب الأمثلة لبني إسرائيل، كم من الأمثلة موجودة في القرآن تحكي عن بني إسرائيل؟ ليش بني إسرائيل بالذات؟ لأن الأمة الذي جرى في بني إسرائيل وما يجري على أمتنا المشاهد متقاربة جدا. لذلك القرآن يضرب هذه الأمثلة يقول لك مثل ما جرى على أولئك الناس يجري عليكم أيضا. لما يقول لك أصحاب السبت هؤلاء مجموعة ابتعدوا عن الله تبارك وتعالى، راد يسوي حيلة شرعية يبتعد عن الله، اجى الأمر الإلهي خالفوا أمر الله. مو في مجال الآن أعرض القصة بصورة كاملة، ولكن الناس تحولوا إلى ثلاثة أقسام. قسم صاروا يصطادون، القسم الآخر ما يصطاد، الثاني والثالث، ولكن قسم كان ينهى عن المنكر وقسم آخر لا ينهى عن المنكر. الله لما أنزل العذاب أنزل العذاب على الذين كانوا يصطادون والذين ما كانوا يصطادون ولا ينهون عن المنكر. يعني أنت لمن ما تسوي الحرام جزاك الله خير، بس إذا شفت المنكر انهى عن المنكر. يقول الرسول إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم الذي له علم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله، غضب الله على ذلك الإنسان. اليوم احنا حياتنا بعد صار مصالح، أخاف أتكلم وصل لي مشكلة، وبكر راح يتكلمون علي وما يتقبلون مني. لذلك تشوف النهي عن المنكر لما ينتهي بين الناس، الأمة شلون تستقيم؟ قوام الأمة كيف يكون؟